إيطاليانو، كل ده يطلع من المكرونة. هنعمل كمان بيكاتا بالمشروم. عندي المفروض إن إحنا نجيب قطعية بيكاتا ما لقيناش، فالبديل ليها بيبقى الإسكالوب. مشروم فريش متقطع شرايح، زبدة، كريمة طهي، دقيق، ملح وفلفل، ثوم مفروم، بصل مفروم. دي كل المقادير اللي هنستخدمها. عايزين تبدلوا اللحمة بالفراخ مفيش مانع، مش هتقول لأ خالص، ممكن تبدلوها بالفراخ. أنا حاطة الصينية أو الطاسة تسخن كويس قوي على النار. هديها دلوقتي الزبدة الأول لأني عايزة الزبدة تغير لونها عشان هيفرق معايا في طعم ولون الصوص بعد كده. على الزبدة ننزل اللحمة مش بتلو، مفيش بتلو في السوق، مش بتلو. هدى بس قولوا لي انكم سامعيني يعني، بس ما انا ما يعني انا مش قاعده معاكم جوه، اعرف انا منين بقى؟ يعني هعرف منين ان انتوا سمعتوني؟ خلاص انا اللي غلطانه. ماشي. ادي اللحمه، شكرا. هديها ملح وفلفل، حالا رايحه له. قلت بس دي تاخد لون اللحمه. حطينا زبده وملح وفلفل واديناها تشويحه. وهننزل بقيه القطع بتاعه اللحمه وهنديها ملح وفلفل برضو، ونوسع ونحط اخر حته ونتبل بالملح والفلفل مع الزبدة اللي احنا حاطينها لحد ما اللحمة بتاعتنا تتشوح. حمرنا اللحمة كويس من الناحيتين بالملح والفلفل والزبدة. طبق ارفع عليه اللحمة، ونزل مكان اللحمة الثوم والبصل. ثوم مفروم، بصل مفروم. في ناس بتحبها بثوم بس وفي ناس بتحبها ببصل بس، اوكي مفيش مشكلة، انا بحبها بالاتنين، بحس انه بيديها طعم وبيغنيها، لكن طبعا براحتكم خالص مفيش مشكلة. حدي بقى الملح والفلفل بتوع الصوص لان اللي اديتهم دول كانوا على قد اللحمة، فادي ملح وفلفل اسود للصوص. نقلب كويس قوي وننزل معاهم المشروم الفريش متقطع شرايح. يا دوبك عايزة الثوم والبصل يطروا، مش عايزاهم يغيروا لونهم ولا يتحمروا جامد. هقوم منزله لهم معلقه الدقيق واقلب لحد ما معلقه الدقيق دي تختفي تماما، ما تبقاش باينه خالص انها دقيق. اقوم منزله عليها كريمه الطهي،
واقوم مرجعه تاني اللحمه جوه البيكاتا. الموضوع خلص خلاص، عملتوها بقى بلحمه، عملتوها بفراخ، براحتكم خالص. طريقتها سهله وسريعه ومن الحاجات اللي كلنا بنحبها. نرجع اللحمه تاني بالعصاره بتاعتها بكل حاجه، ونسيبها بقى تاخد وتدي. مع الصوص بتاعها تديله من طعمها وتاخد من ايه؟ من طعم. إيطاليانو، كل ده يطلع من المكرونة.